للحديث عن هذه الذكرى ليوم التأسيس الذكرى الأولى يسرنا أن ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور علي الخشبان وهو المستشار والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي. دكتور صباح الخير، كل عام وأنت بخير وكل السعوديين بخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا وصباح الخير لهذا الوطن وصباح التأسيس. نعم دكتور، لنبدأ من التاريخ للذكرى 22 من فبراير، لماذا بالذات يوما للتأسيس انطلاقا من الحديث عن أهمية هذا اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه يعني 1727 يعتبر يعني هو اليوم الذي ينقلنا إلى قلب التاريخ عندما تولى الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الحكم في الدرعية خلفا لوالده، وبداية انطلاقة المملكة العربية السعودية، ومع أن عمره آنذاك كان 30 عاما، إلا أنه كانت لديه النظرة والحس التاريخي لبناء دولة لها طبيعتها الخاصة ولها منهجيتها في بناء الدول. ولذلك يعني نجد أن المملكة العربية السعودية اليوم تعتبر من الدول الأكثر عمقا في التاريخ، وهذا اليوم الذي يحتفل فيه السعوديون اليوم بيوم التأسيس إنما هو تعبير عن عمق هذا الوطن، وأن المملكة العربية السعودية اليوم بهذا التاريخ الذي يبلغ 3 قرون إنما هي واحدة من أكثر دول العالم عمرا في التاريخ، فهي تقارب اليوم أو تتجاوز اليوم 3 قرون. ولذلك كان تأسيس الإمام محمد بن سعود للمملكة العربية السعودية مرتبطا بالحالة التي كانت فيها المنطقة، وكانت الحاجة إلى الأمن والاستقرار والحاجة إلى بناء حياة مدنية بدأت من خلال الدرعية الذي أصبحت مركزا تاريخيا تشع من هذه الدولة، وعمل الكثير من أبناء الدرعية أيضا بواجبهم الوطني تجاه الدرعية من أجل يعني بناء هذا الوطن ومن أجل ترسيخ وتأسيس المملكة العربية السعودية. ولذلك الإمام محمد بن سعود كان له الفضل الأكبر والأوحد في تأسيس هذه الدولة وانطلاقتها نحو التاريخ. أضف إلى ذلك هناك جانب آخر يجب أن نتنبه إليه، أنه المملكة العربية السعودية هي دولة لم تكن أو لم تأتي نتيجة غزو خارجي أو استعمار، أو إنما أتت وولدت من رحم المجتمع السعودي وولدت هذه الدولة الحاجة إلى الاستقرار وإلى بناء حضارة مميزة. ولذلك أصبح النموذج السعودي هو نموذج مميز ونموذج خاص يخص المملكة العربية السعودية. ولذلك نجد أن بداية المملكة من في الربع الأول من القرن 18 لم يتوقف لفترات طويلة، إنما استمرت المملكة في أو استمرت حكم آل سعود في هذه المنطقة ل3 مراحل. ولذلك يمكن اليوم أن نقول أن مرحلة التأسيس في المملكة العربية السعودية مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى عندما انطلق الإمام محمد بن سعود من الدرعية، والمرحلة الثانية هي بمجيء الملك عبد العزيز رحمه الله وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها. ولذلك يعني يعتبر يوم التأسيس هو إعادة كتابة لتاريخ الجزيرة العربية وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية. والشعب السعودي اليوم يتذكر هذا العمق ويفخر بهذا الوطن ويفخر بهذه الفترة الزمنية التي تؤسس لتاريخه
وأيضا تؤسس لمستقبله وتمنحه الاطمئنان والشعور بالاستقرار، كونه يعيش في بلد ليس طارئا على التاريخ أو ليس مرتبطا بثروة معينة أو مكان معين، إنما هو بلد نشأ في عمق التاريخ وفي جذور التاريخ منذ الربع الأول من القرن الثامن عشر، وها نحن اليوم نحتفل بهذا الامتداد التاريخي العميق، ونؤسس لهذا اليوم الذي سيخلده وستخلده الأجيال في ذاكرتها، ليعكس لنا أننا نعيش في بلد تتشكل في كل مقومات القوة والعزة والاستقرار. هذا بالإضافة إلى أنه يعني المملكة العربية السعودية والأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية إنما نشأت وبنت نفسها من داخل المجتمع وتفاعلت، ولذلك ولد هذا الولاء على مر التاريخ. نعم دكتور، سأتيك في الجانبين، الجانب السياسي وأيضا الجانب الاجتماعي، في طبعا والتي والركائز التي أسست عليها الدولة السعودية الأولى. دكتور، بداية عن الجانب السياسي واستفاضة لحديثك، نتحدث عن عمق هذه التجربة السياسية، قوة هذه التجربة السياسية وانعكاساتها على طبعا قيام دولة كما ذكر ذات كيان مستقل. يعني فعليا يمكن القول من يوم بدينا بأيادينا في المملكة العربية السعودية. بالنسبة للتجربة السياسية يعني نلحظ أنه يعني البدايات الأولى للإمام محمد بن سعود في إنشاء الدولة انطلقت من خلال توحيد الدرعية التي كانت منقسمة لجزئين، فوحدها، ومن هذا المنطلق كان هناك طموح كبير جدا للإمام محمد بن سعود رحمه الله الوصول بهذا الوطن إلى تشكيل جغرافي متسع. ولذلك نجد أنه المساحة الجغرافية في بداية الدولة السعودية والدولة السعودية الأولى كانت كبيرة جدا، ويعني احتوت على معظم أجزاء الجزيرة العربية. ولذلك يعني نجد أنه يعني من هذا المنطلق والحاجة إلى تشكيل مجتمع ودولة يعني مدنية تكون بديل للفوضى السياسية التي كانت سائدة في نجد، لذلك يعني بدأت الدولة السعودية في ترتيب أوضاعها السياسية، وانتهجت في الحقيقة النظرية السياسية الواقعية التي تنطلق من عمق المجتمع ولا تستخدم الأفكار المستوردة ولا تستخدم العناصر العسكرية من خارج الجزيرة، إنما وحدت الجزيرة العربية بقلوب رجالها وبرغبتهم جميعا إلى أن ينضموا تحت لواء الإمام محمد بن سعود. ولذلك هكذا تبنى الدول، تبنى الدول بطموحات وتضحيات ومشاعر إيجابية نحو بناء كيانات سياسية، وهذا في الحقيقة ما أطلقه الإمام محمد بن سعود في الربع الأول من القرن الثامن عشر لتكون المملكة العربية السعودية التي نراها اليوم، والتي أيضا كانت مرحلة تأسيسها الثانية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. يعني القيم الأساسية للدولة السعودية، نتحدث عن الأولى والثانية، ونتحدث أيضا عن الامتداد في المملكة العربية السعودية. لو تحدثنا دكتور عن هذه الخصائص المهمة والمرتبطة والمشتركة وانعكاسها على الإنسان هو الأهم في هذه الدولة، نتحدث عن قيمتين، الأمن وأيضا الاستقرار. أتحدث عن جذور هاتين القيمتين وأيضا عن نتائجها. اليوم لما نتحدث عن هاتين القيمتين نتحدث عن نتائج تتمثل بالكرامة والرفاهية التي يسعى قادة طبعا الدولة السعودية لتحقيقها كهدف أول للمواطن السعودي.
الحقيقة أنه يعني إنشاء المملكة العربية السعودية وبدايتها على يد الإمام محمد بن سعود يعني جاء من 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 حاجة خلقية، حاجة طبيعية في البشر نحو الاستقرار والالتفاف حول قيادة موحدة، ولذلك كانت يعني الحاجة إلى الاستقرار والأمن هي القيمة الأولى التي يعني انطلقت بها الدولة السعودية الأولى، وخاصة أن كان هناك يعني رغبة بأن تكون هذه المنطقة أو هذه المدينة الدرعية هي مركز بناء فكرة وفلسفة الأمن والاستقرار في نجد في البداية، ثم بعد ذلك في الجزيرة العربية كلها. ولذلك نجد أنه الحاجة إلى الأمن والاستقرار كانت هي المنطلق، ولذلك يعني التراكم الذي بنيت عليه هذه الفكرة استمر لكل الفترات الثلاث في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة. أضف إلى ذلك أنه في الجانب الاجتماعي والجانب وجانب القيم والتقاليد نجد أنه لم يكن هناك إملاءات خارجية على أي شكل من أشكال القيم الاجتماعية والقيم الثقافية، إنما هي كانت نابعة من داخل المجتمع، ولذلك تفاعل يعني المواطنون مع هذه القيادة، وكل أدى واجبه الوطني بحسب يعني مكانته وبحسب قدراته، ولكن القيادة السياسية كانت فعلا يعني قيادة تقود نحو الاستقرار وتدرك أن الحاجة الاجتماعية والحاجة لهؤلاء الناس هو أن يعيشوا بأمن واستقرار وأن يعيشوا بنظام يضمن لهم تعاملات الحياة وتكيفات الحياة وأن يكونوا مهيئين لأن يمارسوا كل أنشطتهم بلا خوف وبلا قلق، وهذا في الحقيقة ما تحقق. ثم أضف إلى ذلك أنه يعني هذا العمر الطويل للمملكة العربية السعودية ليس مرتبطا بسطوة أمنية أو أي شكل من أشكال التعسف، إنما هي ارتبطت بتفاعل طبيعي بين قيادة هذا البلد وبين إحساس وإدراك القيادة لمتطلبات الناس، ولذلك نجد أن المملكة العربية السعودية دائما ما اتسمت بأنها دولة الاستقرار والأمن والرفاهية لشعبها، ولذلك نجد أن يعني ما نعيشه اليوم في هذا العصر هو الحقيقة هو منتجات ذلك التاريخ العميق الذي ارتبط بالمملكة العربية السعودية. دكتور، حول ذلك الامتداد وفي سؤالي الأخير، يعني لو تحدثنا عن الأثر عن الوقائع المشهودة اليوم في شعار يوم التأسيس، يظهر لنا الخيل، يظهر لنا الصقر دكتور، يظهر لنا السوق، يظهر لنا العلم، الراية البيرق، يعني هذه القيم وهذا الإنسان السعودي في تلك الدولة مع بداية تأسيسها وامتدادها، كيف يمكن هذه الرموز أن تعطينا إجابات دكتور حول بعض الأسئلة لنطرحها؟ لماذا لم نستعمر؟ لماذا نحن في استقلال؟ لماذا أعدنا أيضا هذه الجزيرة بهذه الدولة المملكة العربية السعودية إلى صدارة المشهد أيضا السياسي وأيضا الاقتصادي على المستوى العالمي؟ أترك لك الإجابة في هذه الخصائص ربما تكون صغيرة في شعار ولكنها كبيرة في الأنفس، تفضل دكتور. بالحقيقة نحن في المملكة العربية السعودية محظوظون جدا بأن يعني أصبحنا جزء من تشكيل وتكوين دولة تضم معظم الجزيرة العربية. الحقيقة أنه عندما يعني نلحظ هوية التأسيس التي يظهر فيها العلم والصقر والخيل والسوق نجد أن يعني يمكننا الإجابة على سؤال بسيط، أن هذه المعطيات هي معطيات أتت من داخل المجتمع ومن داخل الأرض، فلذلك هي معطيات من السهل أن يلتف حولها الناس ويعرفوها ويفهموا مغازيها ويفهموا إلى ماذا تدل وعلى ماذا تدل، وهي قيم كلها يعني لها رمزية يعني تاريخية وسياسية، نحو إذا قلنا العلم نحو الالتفاف، والصقر نحو القوة، وكذلك الخيل تعبيرا عن
الشهامة وأيضا السوق الذي يجمع الناس. فلذلك هوية التأسيس أعتقد أنها يعني صيغت ببراعة في الحقيقة لتشكل تركيز المجتمع وأركانه التي يدور حولها. ولذلك هذه هي الهوية، هذه هوية نجد التي كانت موجودة فيها، وهذه الهوية هي التي وضعها مؤسس المملكة العربية السعودية لتشكل الزوايا الرئيسية التي ينطلق من خلالها. وأقول مرة أخرى أنه يعني الجميع يفهم هذه اللغة، ليست لغة دخيلة وليست لغة غريبة أو لغة مستوردة، إنما هي لغة الهوية ورموز الهوية التي نشهدها اليوم الكل يفهمها. نحن اليوم في القرن 21 أبناؤنا كما أجدادهم يفهمون هذه العبارات ويفهمون هذه الأشكال ويفهمون هذه الصور، يدركون ماذا تعني الصقور وماذا يعني العلم وماذا يعني الخيل وماذا يعني السوق، وهم الآن في القرن 21. لذلك نجد أنه يعني هذا حقيقة يعطينا دلالة على أن الامتداد التاريخي لا يوجد فيه انقطاع، إنما هو امتداد صلب عميق يمكن لنا جميعا أن نثق بأننا نفهمه ونستطيع أن ننقله إلى المستقبل. وهذا حقيقة يعني أحد الركائز الأساسية المثيرة بهذا التأسيس وبشعار التأسيس. في كلمة أخيرة أود أن أشير إلى أنه يعني تأسيس المملكة العربية السعودية وانطلاقتها واختيار يوم التأسيس، هذا يعتبر يعني حقيقة يعني منعطف مهم جدا، وخاصة ل يعني أجيالنا القادمة والتي نذكرها دائما أن ما نشهده اليوم من تطور وما تشهده مرحلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده، إنما هي لبنة مرتبطة بتاريخ عميق جدا وارتباط مباشر. فمحمد الإمام محمد بن سعود هو الجد 13 للملك سلمان يحفظه الله والجد 14 للأمير محمد بن سلمان، وهذا ما يعطينا العمق والبعد الحقيقي لهذه الدولة التي نفخر ونسعد بأننا جزء منها، وأنها بنيت على أسس يعني تضاهي أعمق الدول تاريخا في العالم. بكل فخر وعزة دكتور نقول دولة بهذه القيم بإذن الله أنها دائما منصورة ولن تهزم بإذن المولى، وإلى قادم عظيم مع هذا الماضي العظيم. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الخشبان، وأنت المستشار والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي. شكرا دكتور.